تعتقد الماتش ده احنا راجعين يا كابتن بتاع الجزائر ده؟ يعني ما اقدرش اقول اه ولا يعني لان برضو يعني الجزائر فرق قوي طبعا فرق تقيله يعني. وشمال افريقيا ده كان بيسبب لنا مشكله حتى على مستوى المنتخبات في اواخر السبعينات والثمانينات يعني دي كانت مشكلتنا تونس مغرب جزائر. فلكن يعني عايز الخص كلامك حضرتك وكلام عماد في حاجتين اللي تؤمر بيها كابتن لا عماد يعني قال جمله مهمه جدا يعني ان احنا بنفرح النهارده وبكره وبعد كده بنفكر في البطوله. هي دي السمات اللي موجوده في فرق البطوله. والحقيقه نموذج لهذه يعني هذه الفرق ونادي الاهلي. نادي الاهلي نادي بطولات، نادي ما بيقفش على بطوله، نادي بيفكر دايما في اللي جاي ايه، عكس الحقيقه معظم الانديه او كل الانديه اللي موجوده في مصر الحقيقه يعني. طبعا ما اقدرش ابخس حق نادي الزمالك، لكن الاهلي انا وجهه نظري مختلف. ويمكن دايما بقول عن النادي الاهلي حاجه وليد هيضحك يعني. والنادي الاهلي انا من وجهه نظري كنادي مؤسسه هو نادي بصبغه اوروبيه كتب عنوانه خطا في مصر. كان لازم يكون في اوروبا النادي الاهلي بالمفاهيم. بالعكس يعني حتى لو كده ويبقى في مصر. دي وجهه نظري يعني اقصد ده نادي يعني والدليل على كده هو بعد ريال مدريد اعتقد في عدد البطولات فنادي كابتن الخطيب في اخر يعني اخر احتفاليه قال لهم كده، قال لهم احنا يعني احنا دلوقتي بننافس ريال مدريد في الارقام يعني. دي حقيقه يعني. لا فالنادي الاهلي نادي مختلف، نادي بطوله فعلا، نادي ماشي على سيستم الحقيقه، ما فيش حاجه بتروح كده او كده يعني. فهو نادي يحترم الحقيقه، وكلام عماد كلام منطقي جدا يعني. هل المدرب زي اللاعب يا كابتن؟ ممكن برضه لو بيدرب نادي كبير عدد فرحته ساره، ولا ممكن يطول براحته بقى؟ ده هو من المفترض المدرب هو اللي بيوصل هذه المعلومه للاعب، هو اللي بيديله الاحساس ده. انا كمدرب ممكن افرح بعد الماتش على طول بس، لكن لازم الم الدنيا، لان لو فتحت منه وساب الاحتفالات وساب اللعيبه براحتها ممكن يبقى في مشكله. فالمدرب هو اللي بيوصل او بيغرس في اللعيب هذه المعلومه، ده بيسبقهم طبعا النادي كنادي والمفاهيم الإدارية.